صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 2 لسنة 2020 بالتصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وجاء فيه صادق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وفقا للقرار رقم 3/44/ت والصادر في الدورة 44 لمجلس وزراء الخارجية والمنعقد في أبي بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 من شوال 1438 هجريا والموافق 10 و11 من يوليو 2017 ميلاديا والمرافق لهذا القانون.